الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. صدق الله العلي العظيم. هناك أحاديث شريفة مصيرية أحاديث ترتبط بالأسس، هذه فئة من الأحاديث الشريفة البعض منها رغم قلة ألفاظها إلا أنها تتضمن عمقا كبيرا وتتضمن مفاهيم هامة، بالإضافة إلى ذلك، وهذا من إعجاز كلمات النبي وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، رغم قلة ألفاظها أحيانا تتضمن تفاصيل أيضا. عادة في الإيجاز التفاصيل تنعدم، إذا أردت أن تفصل، إذا أردت أن تتكلم كلاما طويلا تتمكن أن تذكر التفاصيل، أما في الكلام الموجز لا تتمكن أن تذكر التفاصيل. هذه الكلمات المصيرية رغم أنها قليلة الألفاظ إلا أنها بالإضافة إلى التركيز على الأمور الهامة فيها تفاصيل. حديث شريف من هذه الفئة من الأحاديث الشريفة نريد أن نقف عند جانب منه. هذا الجانب أكثر المؤمنين غافلون عنه. الحديث الشريف ما هو؟ هذا الحديث الشريف هو حديث الثقلين الذي هو في درجة عالية من التواتر الإجمالي قطعا، بل هذا الحديث أعلى من التواتر الإجمالي، لا شك أنه متواتر معنا، بل أعلى من التواتر المعنوي، لا شك بأن هذا الحديث متواتر لفظا. تواتر لفظي يعني ماذا؟ يعني المتتبع يصل إلى درجة اليقين 100% بأن النبي صلى الله عليه وآله قد قال هذه الكلمات، قد تفوه بهذه الألفاظ، بهذه الألفاظ تتفوه. تواتر لفظي، ناهيك عن التواتر المعنوي، ناهيك عن التواتر الإجمالي الكبير.
الحديث سمعتم عنه كثيرا، وكلما سمعنا عن هذا الحديث الشريف فهو قليل، لأن هذا الحديث الشريف من الأحاديث المصيرية التي حددت الخط العريض للإسلام. الحديث هذا ليس في جانب من جوانب الإسلام، ليس في الهامش، هذا الحديث ليس فقط في الصميم، يحدد الطريق العريض للصميم. أما الجانب الذي لم تسمعوا عنه أو قل ما سمعتم عنه في هذا الحديث الشريف، هذه الكلمة، ما هو معنى هذه الكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين؟ ما هي الكلمة؟ إنهما لن يفترقا. ما هو معنى هذه الكلمة؟ الأحاديث المصيرية أكد عليها النبي صلى الله عليه وآله في مواطن عديدة. بعض الأحاديث القضايا العادية العادية النسبية قصدي، وإلا كل كلام النبي صلى الله عليه وآله مهم. القضايا العادية النسبية كثير منها النبي صلى الله عليه وآله ما ذكرها إلا بسؤال. شخص سأل النبي صلى الله عليه وآله وجه. حتى بعض هذه الأمور التي تعد بالنسبة إلى ما ذكرها النبي صلى الله عليه وآله ثانوية، بعضها كررها رسول الله صلى الله عليه وآله لتكرار السؤال. كلما كان شخص يطلب المعرفة في أي جانب من جوانب المعرفة المرتبطة بالآخرة، المرتبطة بالدنيا، المرتبطة بحياته الشخصية، النبي صلى الله عليه وآله كان يوجه. فأحيانا الشيء تكرر بسبب تكرار السؤال، ولكن بعض القضايا من دون سؤال النبي صلى الله عليه وآله كررها في مواقف عديدة. هذه الأمور ينكشف من هذا التكرار لرسول الله صلى الله عليه وآله أنها أمور هامة. بعض تلك الأحاديث، بعض تلك المطالب النبي صلى الله عليه وآله ركز فيها على كلمات معينة، نفس الكلمة كررها، يتبين أن هذه الكلمات ضمنت مفهوما مركزا كان النبي صلى الله عليه وآله يريد أن يؤسس به شيئا في الدين. حديث الثقلين النبي صلى الله عليه وآله ما كرره مرتين ومرتين وثلاث مرات وعشر مرات. الذي يراجع الروايات الشريفة، مصادر الحديث في عند العامة وعند الشيعة، بكل وضوح يتمكن أن يتوصل إلى هذه النتيجة، بأن النبي صلى الله عليه وآله ليس في العشرات من المواقف، في المئات من المواقف، لا، في الآلاف من المواقف النبي صلى الله عليه وآله ذكر هذا النص، ليس فقط هذا المعنى، هذا النص. احسب ما وصل إلينا بالنسبة إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وآله تتمكن أن تصل إلى هذه النتيجة. لماذا النبي صلى الله عليه وآله يؤكد هذا التأكيد العجيب وبنفس الألفاظ؟ بعض الألفاظ كان يغيرها النبي صلى الله عليه وآله لبيان جوانب مختلفة في القضية، بعض الألفاظ كان يحتفظ بها في كل مرة، من جملتها هذا المقطع من الحديث، إنهما لن يفترقا. يعني ماذا لن يفترقا؟ هناك جهتان. الجهة الأولى
الجهة المعنوية. الجهة الثانية الجهة المادية. الجهة الأولى الافتراق المعنوي، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا يوجد أي افتراق معنوي بين الكتاب الكريم وبين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا بمقدار ذرة ولا في فترة طرفة عين. أؤكد، النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحديث، في هذا المقطع الشريف من هذا الحديث الشريف، يبين أنه لا يوجد افتراق معنوي بين كتاب الله عز وجل وبين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، لا بمقدار ذرة ولا في فترة طرفة عين. وهذا المقطع من هذه الجهة، هذا المصداق للافتراق، يدل بوضوح بدرجة عالية من الوضوح، يدل على عصمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن القرآن الكريم لا شك أنه معصوم، لا يشك في ذلك مسلم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن معصوم. الذين وهم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الذين لا يفترقون عن القرآن الكريم معنويا لا بمقدار ذرة ولا بمدة طرفة عين. لماذا أقول لا بمقدار ذرة ولا بمدة طرفة عين؟ لكلمة لن لنفي الأبد، لن يفترقا، إنهما لن يفترقا. إذا لو حرف شرط الامتناع، لو كان يصدر من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أصغر خطأ، خطأ واحد فقط في كل حياتهم، لو كان قد يصدر من أهل البيت خطأ واحد صغير صغير جدا، في ذلك الخطأ، في ذلك العمل، في ذلك القول، يكون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قد افترقوا عن القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وآله نفى افتراقهم كليا. فإذا لا يوجد خطأ، أصغر خطأ، لأن القرآن ليس فيه خطأ، القرآن معصوم. فإذا حصل أصغر خطأ ومرة واحدة فقط، يكون في هذا الموقف، في هذا العمل أو في هذه الكلمة، قد حصل افتراق معنوي بين القرآن الكريم وبين أهل البيت. وهذا من يقول بذلك من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر، يكذب النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول لن يفترق. يحصل افتراق، هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وآله أم لا؟ تكذيب، تكذيب لهذا الحديث الشريف. هذا الجانب، هذه الجهة، الجهة الأولى، المصداق الأول لكلمة يفترقا، هذا الشيء الذي نفاه النبي صلى الله عليه وآله، الجهة المعنوية. هذه الجهة لعلها تكون إجمالا مسلمة. الكلام في الجهة الثانية، عدم وجود افتراق معنوي بين القرآن الكريم وبين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا المقدار المسلم من هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وآله، عدم الافتراق المعنوي. الجهة الثانية، الافتراق المادي، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله نفى أن يحصل افتراق
ما دام القرآن الكريم موجودا في هذا العالم، موجودا بالوجود المادي، فسيكون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في كل تلك الفترة، في كل لحظات تلك الفترة، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام موجودون. يعني خط القرآن الكريم ما انقطع وسوف لن ينقطع إلى يوم القيامة. أقصد من خط القرآن الكريم الجانب المادي للقرآن الكريم، القرآن موجود، موجود بين الناس، موجود في هذا العالم. ما دام القرآن موجودا فأهل البيت عليهم الصلاة والسلام موجودون بالوجود المادي، يعني أحدهم شخص منهم موجود في هذا العالم، لن يفترقا ماديا أيضا. إلى متى؟ حتى يرد علي الحوض، حتى يوم القيامة. وهذا من الأدلة القوية الرصينة لمولد بقية الله الأعظم الإمام المهدي من آل محمد صلوات الله عليه وسلم. وإلا فيكون، إن لم يكن الإمام أرواح العالمين له الفداء قد ولد، لو فرض ذلك يكون قد حصل افتراق مادي بعد استشهاد الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وآله يقول حتى يرد علي الحوض لا يوجد افتراق. بعض العامة ينكرون ذلك، لا يقرون بالجهة الثانية عدم الافتراق المادي. الافتراق المعنوي، عدم الافتراق المعنوي مقبول، عدم الافتراق المادي لا نقبله. هذا الكلام، هذا الإشكال من العامة عليه أجوبة عديدة، أذكر لكم فقط جوابين. الجواب الأول، كلام النبي صلى الله عليه وآله عام شامل. أولا، كلام النبي صلى الله عليه وآله نافي، النافي له عموم. ثانيا، كلام النبي صلى الله عليه وآله حذف الرسول صلى الله عليه وآله في هذا المقطع المتعلق، حذف المتعلق يفيد العموم، النفي يفيد العموم، حذف المتعلق يفيد العموم. العموم يعني ماذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله ما قال إنهما لن يفترقا في الجهة الفلانية، نفى الافتراق بكلمة لن وحذف المتعلق، كلاهما يدلان على العموم، على الشمول. أنت تخصص نفي الافتراق، تخصص نفي الافتراق بجهة معينة، ما هو الدليل على هذا التخصيص؟ النبي ما خصص، أنت تقول هذا خاص بالجهة المعنوية، لا نقبل الافتراق المادي، ما المخصص؟ النبي صلى الله عليه وآله ما قال، قال إنهما لن يفترقا، حذف المتعلق، حذف المتعلق يفيد العموم، يعني لن يفترقا في كل شيء. أنت تريد تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وآله، ائتني بدليل، ما هو الدليل؟ النبي صلى الله عليه وآله هذه المرات الكثيرة 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 التي قال فيها هذا اللفظ في مرة واحدة خصص؟ لا، جئني بتخصيص، تخصيص من نفسك، تخصص كلام النبي صلى الله عليه وآله من نفسك، والكلام عام فيه جهتان للعموم، على الأقل الجهة الثانية حذف المتعلق يفيد العموم، هذا واضح جدا. هذا أولا.
ثانيا، لو كان نفي الافتراق خاصا بالجهة المعنوية فما هي فائدة الاستخلاف؟ النبي صلى الله عليه وآله استخلف، إني مخلف فيكم، خلفت فيكم، تركت فيكم، تارك فيكم، الألفاظ التي وردت في هذا الحديث الشريف تدل على الاستخلاف. استخلف في هذه الأمة، استخلف في الناس خليفتين، القرآن الكريم، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ما هي فائدة الاستخلاف إذا كان عدم الافتراق معنويا فقط؟ عدم الافتراق المعنوي حاصل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين القرآن، فما هي الحاجة إلى أهل البيت؟ لماذا استخلف أهل البيت إذا الافتراق المعنوي مهم؟ أن لا يحصل افتراق معنوي، افتراق معنوي ليس حاصلا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين القرآن الكريم. القرآن معصوم، الرسول أيضا معصوم صلى الله عليه وآله، فلماذا استخلف أهل البيت؟ استخلف أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لتكون المسيرة معا، ليكون دائما في هذه الأمة في الناس القرآن موجودا، وجنب القرآن شيء آخر أيضا موجود، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. وإلا ما هي الحاجة للاستخلاف إذا المهم، الفائدة الأساسية أن لا يكون هناك افتراق معنوي؟ هذا موجود، النبي صلى الله عليه وآله استشهد، ولكن لا يوجد افتراق بين كلام النبي صلى الله عليه وآله وبين القرآن، بين النبي صلى الله عليه وآله بين أعماله وبين القرآن، بين سيرته وبين القرآن، لا يوجد افتراق. من الفائدة من الاستخلاف؟ لماذا استخلفت يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ طبعا هذا الحديث الشريف لا نريد أن ندخل في تفاصيل أخرى، في أدلة أخرى لمولد الإمام بقية الله أرواح العالمين فداء، الأدلة كثيرة، الأدلة من القرآن الكريم موجودة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة كانت تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد رسول الله تتنزل على من؟ ربما يقال هذه الآية نسخت، حكمها نسخ، أولا النسخ يحتاج إلى دليل، ما هو الدليل على نسخ هذا الحكم؟ في ليلة القدر الملائكة، في كل سنة في ليلة القدر الملائكة تنزل، تتنزل على رسول الله في زمن النبي صلى الله عليه وآله في كل سنة، هذا الحكم نسخ بعد رسول الله، ما هو الدليل على النسخ؟ حكم قرآني، قضية قرآنية مذكورة في القرآن الكريم أنه في هذا في كل سنة هذا الشيء يحدث، هذا الشيء نسخ، ما هو الدليل على النسخ؟ طبعا تعلمون نسخ القرآن لا يكون إلا بالقرآن. ما هي الآية المباركة التي نسخت هذه الآية؟ لا أصلا أتنزل، جئني برواية شريفة تقول هذه الآية نسخت، حكمها نسخ، مع أن الأحاديث عند العامة لا تنسخ الآيات القرآنية. لنفرض ائتني برواية تقول هذه الآية المباركة من الآيات المنسوخة التي نسخت، ائتني بدليل، ائتني برواية. هذا أولا. ثانيا، نسخ القرآن لا يكون إلا في زمن النبي صلى الله عليه وآله، نسخ آية قرآنية لا يكون إلا في زمن النبي، لأنه أساسا هو القرآن الذي ينسخ القرآن، الوحي القرآني باستشهاد النبي صلى الله عليه وآله انقطع، القرآن اكتمل خلص في زمن النبي صلى الله عليه وآله، القرآن اكتمل، لا يضاف إلى القرآن حرف واحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى استشهاد النبي صلى الله عليه وآله هذا الحكم موجود قطعا، إلى ليلة القدر الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وآله الظاهرية الملائكة تتنزل على رسول الله، بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله في أول ليلة قدر الملائكة تنزلت على شخص أم لا؟ نسخ بعد رسول الله ينسخ؟ يمكن نسخ القرآن بعد رسول الله؟ لا، بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الملائكة كانت تنزل على أمير المؤمنين، بعد أمير المؤمنين كانت تنزل على الإمام المجتبى، بعد الإمام المجتبى كانت تنزل على الإمام سيد الشهداء، بعد الإمام سيد الشهداء كانت تنزل على الإمام
علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله عليهم أجمعين إلى الإمام العسكري. بعد استشهاد الإمام العسكري الملائكة تنزل على من؟ بعد استشهاد الإمام العسكري الآية نسخت؟ طبعا بديهي واضح عندنا الحمد لله رب العالمين على الهداية. الملائكة تنزل من استشهاد الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام إلى يوم ما يعلم الله سبحانه وتعالى، تتنزل في كل سنة في ليلة القدر على سيد الخلائق في هذا العصر بقية الله المهدي المنتظر من آل محمد صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وآيات شريفة أخرى، الأحاديث الشريفة حدث ولا حرج، تواتر إجمالي قاطعي. الروايات الشريفة التي ذكرت مولد الإمام، الروايات الشريفة التي ذكرت آثار مولد الإمام من العقيقة وغير ذلك التي صنعها الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام، الروايات الشريفة التي ذكرت رؤية بعض الخلص للإمام أرواح العالمين له الفداء، الروايات الشريفة التي ذكرت الدعاء للإمام أرواح العالمين له الفداء، هذه الروايات الشريفة فيها تواتر إجمالي، درجة عالية من التواتر الإجمالي. أختم كلامي بحديث من الأحاديث الشريفة التي ذكرت حديث الثقلين. قلت لكم حديث الثقلين، هذا الحديث الشريف، هذا الكلام قد قاله رسول الله صلى الله عليه وآله، من تتبع يتأكد مما أقول، يصل إلى نتيجة أن النبي صلى الله عليه وآله قد قال هذا الكلام مئات المرات بل آلاف المرات. قلت لكم الحسبة ليست صعبة، احسب كم مورد ورد هذا الحديث بالنسبة إلى الواقع الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله، احسب كم من الروايات الشريفة النسبة التي وصلت إلينا من كلام النبي صلى الله عليه وآله، اضرب ذلك في هذا العدد الموجود اليوم بأيدينا، تصل إلى هذه النتيجة، مئات المرات قالها رسول الله صلى الله عليه وآله بل آلاف المرات. إحدى الأحاديث الشريفة التي ذكرت حديث الثقلين، هذا الحديث الشريف أقرأه لكم وأختم حديثي. حسن ختام حديثنا كلامه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث الشريف ورد في الكافي المجلد الثاني صفحة 414. نعم. أتى رجل أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقال له ما أدنى ما يكون به العبد مؤمنا، أقل شيء يكون به العبد مؤمنا ما هو؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، وأدنى ما يكون به العبد ضالا. فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام له قد سألت فافهم الجواب. هذا التمهيد من أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أيضا يدل على أهمية هذا الجواب. عادة الأسئلة كانت توجه إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أهل البيت يجيبون من دون تمهيد، هذا التمهيد هو دليل. فقال عليه الصلاة والسلام قد سألت فافهم الجواب، أما أدنى ما يكون به العبد مؤمنا أن يعرفه الله تبارك وتعالى نفسه فيقر له بالطاعة، ويعرفه نبيه صلى الله عليه وآله فيقر له بالطاعة، ويعرفه إمامه وحجته في أرضه وشاهده على خلقه فيقر له بالطاعة. قلت له يا أمير المؤمنين وإن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت، يعني لو أن شخصا عرف هذا المقدار وجهل بقية الأمور، هذا في أدنى درجات الإيمان، هذا مؤمن؟ يا أمير المؤمنين وإن جهل جميع الأشياء إلا ما وصفت، يعني عرف فقط هذا الشيء وجهل بقية الأشياء. قال عليه الصلاة والسلام نعم، إذا أمر أطاع وإذا نهي انتهى. وأدنى ما يكون به العبد ضالا أن لا يعرف حجة الله
تبارك وتعالى وشاهده على عباده، الذي أمر الله عز وجل بطاعته وفرض ولايته، الذي لا يعرف هو ضال، لا يعرف إمامه، لا يعرف حجة الله. الذي أمر الله عز وجل بطاعته وفرض ولايته هذا ضال. قلت يا أمير المؤمنين صفهم لي، أنت بينت شيئا إجماليا، الذين أمر الله عز وجل بولايته، الذين جعلهم الله حججا، هذا شيء إجمالي، وضح من هم هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام: الذين قرنهم الله عز وجل بنفسه ونبيه، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هؤلاء الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى قرينا لنفسه ولنبيه صلى الله عليه وآله. الراوي ذكي، ما اكتفى، هذا أيضا شيء إجمالي، أيضا ما وضحت يا أمير المؤمنين. قلت يا أمير المؤمنين: جعلني الله فداك، أوضح لي. فقال عليه الصلاة والسلام: من هم هؤلاء الحجاج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر خطبته يوم قبضه الله عز وجل إليه. فداء لك يا رسول الله، في آخر يوم من حياته النبي يعالج، النبي في أشد حالة، في حالة صعبة. من هذه الرواية الشريفة يتبين أن النبي صلى الله عليه وآله في آخر يوم من حياته خطبة، ليس فقط قال كلام عادي لجماعة. في آخر يوم من حياته، في آخر خطبة، لاحظوا التأكيد، من أول يوم أمير النبي صلى الله عليه وآله بدأ بذكر هذا الشيء إلى آخر يوم، في آخر خطبة، في آخر يوم. فقال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الحجج، حجج الله، من هم؟ الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر خطبته يوم قبضه الله عز وجل إليه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله؟ إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما. ما دام أنتم متمسكون بهما لن تضلوا بعدي، لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما. ما هما؟ كتاب الله وعترتي أهل بيتي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين. يقول أمير المؤمنين: وجمع بين مسبحتيه. هذا الإصبع تسمى المسبحة، السبابة اسم آخر لها، المسبحة. النبي صلى الله عليه وآله قال: لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين. أمير المؤمنين يقول: وجمع بين مسبحتيه، ولا أقول، النبي يقول: ولا أقول كهاتين، وجمع بين المسبحة والوسطى فتسبق إحداهما الأخرى. النبي قال: لا أقول لكم كهاتين، لأن هذه أطول من هذه، الوسطى أطول من السبابة، أطول من المسبحة. النبي صلى الله عليه وآله قال: كهاتين، هكذا صنع، لا كهاتين. فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين وجمع بين مسبحتيه، ولا أقول كهاتين وجمع بين المسبح والوسطى فتسبق إحداهما الأخرى، فتمسكوا بهما لا تزلوا ولا تضلوا ولا تقدموهم فتضلوا. تمسكوا بهما لا تزلوا ولا تضلوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتمسكين بكتاب الله والعترة. اللهم بحق محمد وآل محمد، لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.